السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي. إن شاء الله هنتكلم على الدرس الثاني عندي في الوحدة الأولى، اسمه توزيع السكان والكثافة السكانية. طيب الدرس ده بيتكلم على السلايد رقم 2. يعني إيه أصلا يا كثافة؟ يا كثافة أنا بجيب عدد السكان بقسمه على المساحة اللي عندي اللي هم عايشين فيها وبقى اسمها كثافة سكانية. طب انا عندي فيه كثافه عامه اللي هي عدد سكان دوله ما على مساحه الايه الدوله. طيب بصي كده معايا في السلايد رقم 3، بس النوع ده من الكثافه لا يعكس التوزيع الحقيقي للسكان. ليه؟ لان انا عندي فيه مساحات واسعه غير معموره وغير مستغله اقتصاديا، فده جعل مؤشر الكثافه السكانيه العامه للسكان ليس له قيمه. ليه؟ لان انا بقول ان مش بقول الكثافه بالظبط اللي الناس عايشه فيها، زي ما احنا عارفين ان السكان متجمعين كلهم في مصر في جزء واحد اللي هو الوادي والدلتا، وعندي فيه مساحه كبيره فاضيه غير مهوله بالسكان. فانا بحسب بقى الكثافه الحقيقيه بقول عليها الصافيه، اللي انا بجيب عدد السكان بالنسبه للمساحه المعموره فعليا على المهوله بالسكان، فتطلع الكثافه الحقيقيه في مصر العام 2012 بجيب عدد السكان على المساحه المعموره بالفعل. طيب في السلايد رقم 4 بيقول لي الكثافة السكانية في محافظات مصر. أنا عندي في محافظات الكثافة مرتفعة فيها جدا بتصل 51,000 نسمة لكل كيلومتر مربع، دي تتمثل في القاهرة وكثافتها عالية جدا. طيب وفي طبعا في محافظات كثافتها من 9,000 ل 5,000، دي زي محافظة الايه اليجيزة. طب في محافظات فيها كثافة سكانية متوسطة بيقول لك من 2,000 ل 1,000 نسمة زي القليوبية وسوهاج واسكندرية. في محافظات كثافتها سكانية منخفضة من 500 ل 1,000 زي كفر الشيخ واليابحيرة. في محافظات كثافتها السكانية منخفضة جدا زي محافظة شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر والوادي اليجديد. طيب بعد كده لما اجي اوزع السكان بين الريف والحضر هلاقي طبعا ان في اختلاف في توزيع السكان. يبلغ سكان الحضر نسبتهم حوالي 43% من جمله السكان. طيب والريف بيقول لي حوالي 47، اي هم حوالي 57% من جمله السكان، فمعنى كده ان سكان الريف اكتر من الايه الحضر اللي هو احنا. طيب في السلايد رقم 6 بيقول لي تعكس خريطه توزيع السكان في مصر التفاعل بين الانسان والبيئه، لان انا عندي يا كثافه مرتفعه في مساحه ضيقه لا تزيد عن 45,000 كيلومتر، فطبعا لتقديرات 2012 هم ضغط على الموارد الاقتصاديه، فعشان كده انا عندي في 98.2% من السكان عايشين في 5 من المساحه في الوادي والدلتا، و18% من السكان عايشين في 95% من مساحه مصر، واللي بنقول عليهم عايشين في محافظات الايه الحدود، فانا كده عندي عدم تساوي في عدد السكان. طيب العوامل اللي بتاثر في توزيع اي سكان في الميه وفي التربه وفي التضاريس وفي المناخ، ودي اسمها العوامل الطبيعيه. طيب يعني مثلا عندك في السلايد رقم 8 الناس بتحب تقعد في التربه الخصبه، وطبعا لازم يبقى فيه طبعا هلاقي التربه الخصبه فين؟ في وسط وجنوب الدلتا عشان خصوبه التربه. بيقلوا في الاطراف الشماليه ليه؟ عشان انتشار المستنقعات وملوحه التربه. في الاطراف الشماليه والشرقيه والغربيه للدلتا برضو ما يفيش ناس، وعندي بسبب فقر الايه التربه. طب التضاريس بتاثر في السكان طبعا، عشان التضاريس سواء الجبال او الهضاب الناس بتحب تقعد في الاماكن اللي فيها تربه خصبه وميه وفي سهوله مد طرق وانشاء مراكز عمرانيه، وينظر السكان في المناطق اللي هي بقول عليها اللي هي وعره. طيب يبقى بكده يبقى احنا خلصنا الجزء اللي هو بتاع الكثافه والسكان، ونلتقي ان شاء الله بعد كده في الدروس الجايه باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.